بعد الخروج من الحكومة إلى العمل النيابي، أين نجيب ميقاتي من الملفات الساخنة؟ هل لا يزال وسطياً؟ من طرابلس إلى الفراغ إلى غيابه عن جلسة التمديد إلى سوريا، هل ينأى الرئيس ميقاتي بنفسه؟ ما هو موقف الرئيس ميقاتي من حالات التطرف؟ وأي مستقبل للبنان وسط عواصف المنطقة؟ يمكنكم التواصل مع كلام الناس عبر هذا الموقع للإجابة على السؤال التالي: دولة الرئيس نجيب ميقاتي يطل بعد غياب طويل ليجيب على أسئلة مارسيل غانم في كلام الناس الخميس 9:30 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.